وهو حاول يتكلم معايا او يخليني اتكلم، ما كنتش قادرة انطق كلمات مفهومة. بعدين قعد يعني يطمني ان احنا هنطمن دلوقتي على نتيجة الاشعة هتطلع. انا بحاول، اللي انا عايزة اساله له هو انا حصل لي ايه وانا هيحصل لي ايه وهعيش ازاي. حاولت اقول الجمل دي، انا مش عارفة هو فهم منها ايه، بس قال لي احنا مستنيين نتيجة الاشعة وخرج. وبعد شوية جه قال لي انه نتيجة الاشعة نورمال. كنت انا برضو بتحسن افضل سنة مش قوي، وقلت له طيب انا عايزة اعرف انا هيحصل لي ايه. قال لي بصي هي الاشعة نورمال، بس انا عشان اكون صريح معاكي هو الاكسجين ده لازم يبقى ليه تأثير، فانت مش هتقدري الفترة دي تعيشي من غير الاكسجين ولا حتى تخشي الحمام ما تشيليش الاكسجين خالص، مش هينفع. غير ان الالكترولايت بتاعت جسمك اتأثرت والبروتين والالبومين نزلوا جامد، فلازم تاكلي بروتين كتير. واحنا هنا فترة وجودك في المستشفى هنشتغل على تظبيط الالكترولايت بتاعت الجسم، لكن الاكسجين هياخد وقت، احنا مش عارفين هياخد وقت كتير. انا برضو قعدت اساله طب انا حصل لي ايه، طب ايه اللي جرى. هو برضو سابني وخرج، وبعدين بعد شوية رجع تاني قال لي انتوا في صلاة عندكم بتصلوها؟ قلت له انا مش عارفة الصلاة ايه، بشاور له كده ايه مش فاهمة يعني. فقال لي مش في حاجة عندكم اسمها ابانا الذي؟ هو مش قلت له مسيحي. اه. قال لي لا. فقال لي طب انتي فاكراها تعرفي تقوليها؟ فهو غالبا كان قلق من اسئلتي ان انا برضو ابقى يعني مش فاكره اللي فات يعني. فقال لي اولها، وانا قعدت اقول معاه، قعدت اقول يعني بقيه الصلاه. فقال لي لا اهو انتي مركزه وفاكره كويس قوي، فده معناه ان ذاكرتك كويسه وان شاء الله هتبقي كويسه.